النهاردة بإذن الله هنفتح مع بعضينا صندوق ذهبي، صندوق إميرلد، صندوق ليجندري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحة وحال دايما ان شاء الله. ورجعنا تاني مع بعضينا في السلسلة الذي لا تنتهي في لعبة زوبة. النهاردة يا جماعة الفيديو هيكون مختلف شويتين. النهاردة بإذن الله هنفتح مع بعضينا صندوق ذهبي، صندوق إميرلد، صندوق ليجندري. قبل أي شيء حاول إن أنت تعمل لايك كتير على الفيديو عشان يوصل لأكتر عدد من المشاهدين. لو أنت لسه ما اشتركتش الحق اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بنزله في القناة أول بأول. خلونا نبدأ مع بعضينا يا جماعة. يلا نخش نفتح الصناديق وخمنوا هيطلع لي سوبر، هيطلع لي شخصية، هيطلع لي ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالصندوق الذهبي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بوك ريرول بيبسي ماشي، عايزين نعليها ال 12. بسم الله ونخش على الإميرلد. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح يا معلم. ريرول. واو 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 واو. لاري 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 لاري. جميل قوي، جميل جميل جميل. ويبقى فاضل معانا اخر صندوق الوحش. يلا يا جماعه الوحش. بسم الله الرحمن الرحيم. هيطلع لنا ايه؟ شخصية، سوبر. بسم الله. ايه بقى؟ ولا حاجة؟ لا، ريرول وش وش يا باشا. ها برضو حرام. حاسس ان انا ما استفدتش بالصندوق الليجندري، بس ان انا جالي سوبر دي حاجه حلوه يا جماعه والله العظيم. سوبر لاري، سوبر لاري. واو واو، مبروك علينا السوبر بتاع لاري. هنحاول ان احنا ننهي الفيديو على كده يا جماعه. انا كنت حابب ان انا افتح الصناديق معاكم، حبيتش ان انا افتحها لوحدي، حبيت ان انتوا تشاركوني المتعه والحاجات الحلوة اللي كانت ممكن تطلع لي زي السوبر اللي جالي دوت. دي حاجة كويسة. وفي نفس الوقت برضو جالي ايتم حلو لسكيبي وايتم حلو لإدنا. هيكون ليهم فيديوهات كتير، هنلعب مع بعض كتير قريب ان شاء الله. وهظبط معاكم في الكلان وهقول لكم افتح امتى ونلعب مع بعضينا كتير كتير كتير. ما تنسوش زي ما قلت لكم لايك كتير على الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. اشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش دلوقتي. عايزين نعلى يا جماعة، نوصل لألف ألف مشترك. فعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بنزله في القناة أول بأول. وانتظروني في فيديو جديد إن شاء الله. ما تنسوش تصلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب علي أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.